بدر الشعيبي، يا أهلا وسهلا فيك، وخبرنا عن النسخة الجديدة منك. النسخة الجديدة ألبومي الثالث، ما أقوله مولودي الثالث، مولودك، يتكون من 15 أغنية كلهم اشتغلتهم بروح جديدة، موسيقى جديدة، في فكر جديد. علشان شذي سميت الألبوم النسخة الجديدة، لأن أحس أن هذه النسخة الجديدة مني أنا بعد تقريباً 23 سنة بالوسط الفني وبشكل عام. واصل لمرحلة بتقول أنا نضجت بأغانية، بتمثيلي، بألحاني، بكلامي. نضجت بالنسبة حق الإطاف، لكن مو هذا النضوج اللي أبغى أوصله أكيد. يعني بعد شيء دائماً الفنان بشكل عام كل ما يوصل لمرحلة يبي يعديها في كل مرة. فعارف أن أنا نضجت فنياً، لكن مو هذا النضوج اللي انا اطمح له. اتمنى اني انا انضج اكثر، وقاعد اشتغل على هذا الشيء. اللي بيسمع اغاني الالبوم وحده وحده بحس كلهم فيهم روح بدر الشعيبي طبعا. ولكن في كثير اختلاف من وحده لوحده، حتى الثلاث المصريات مختلفين. طبيعي. غنينا العراقي، شو كان مقصود ولا هيك سيئبت الاغاني اللي حبيتها طلعوا هالقد ملونين هالقد؟ طول عمري انا يعني وانا قاعد اشتغل في من بلشت اغني كنت أطمح إنه يكون لي شخصية فنية أو شخصية موسيقية. فلين صار في شغلي خلاص، يعني لما أسمع لحن من ملحن أضيف بصمتي على اللي هو قاعد يسوي، علشان المكان كله يصير إنه لي بدر. فالحمد لله من ردة فعل الناس قاعد أشوف إني أنا قاعد أنجح في هذا الشيء. طيب فينا نقول إنه مثلاً الأغاني اللي أنت بتكتبها وبتلحنها بالألبوم بتكون هي الأقرب لقلبك، هي البيبي تبع البيبي تبعك، يعني مولود مولودك، ولا لا ما في تحيز؟ شوفي أنا بصراحة أنا ألحن حق نفسي، لكن هذا الألبوم يعني الأول اللي أنا كتب. ألحن فيه 7 أو 8 أغاني تقريباً، وكتبت فيه 2. فكان عندي رساله ان ابي اوصل شيء من القلب للقلب خلاص. يعني يمكن الناس يمكن ما تقبل الكلام، ما تقبل اللحن، لكن هذا شيء صدق طالع من داخلي. احب اغني الالحاني، ويهمني نجاح هذا الالبوم بالذات لانه اغلبه الحاني. وابي ابين رساله ان شاء الله ما اكون مثلا محتاج احد، يعني ان اكيد احتاج الكل نشتغل وياه وانه يلحن لي، لكن في 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 شيء ابي اوصله ان بدر يعرف يسوي حق نفسه. يا بنت ويتخربك يلا بلاش تقلع وترى زهقك بدر. خليني اعتبر انه بهالالبوم في 15 مشروع اللي هن 15 اغنيه. شو المشاريع اللي بعد ما حققتها؟ شو الأغاني اللي بعد عينك عليها؟ شو اللهجات اللي حابب تغنيها؟ شو الألوان الموسيقية اللي بعد ما فتشت فيها؟ شوف موسيقيا ما راح نخلص، إذا قلت لك يعني شنو أبي أغني بعد؟ في أغاني وايد ودي أغنيها موسيقيا. كلهجات أكيد أبي أغني لبناني، أبي أغني مغربي، أبي أغني يعني إن شاء الله الخطة إن أنا أغني كل اللهجات. يعني اللي بيشوف بألبومك بيشوف انه في اسامي متكرر التعاون معهم بهال 15 اغنية. بدي اوقف عند تامر حسين الشاعر المصري بثلاث اغاني سمعنا منهم 2، والثالثة كمان كتير حلوة. ارتباط اسمك بشاعر تامر حسين بدل انه في ممكن يكون تعاون كملحن مع تامر حسين؟ نعطي فنانين مصريين ممكن يكون تامر عم يتعامل معهم. خليني اذكر لك عمرو دياب، تامر حسني، الخطه موجوده، رامي صبري، حمائي. الخطه موجوده للامانه، في نصوص هو كاتبها وانا ملحنها وعامل لها ديمو، وبانتظار جاهزه، بانتظار من ياخذها بس. وجاهزه؟ جاهزين ان شاء الله. ليه بحبوك هالقد بمصر؟ يعني تامر حسني دعاك وغنيت معه على المسرح، نبيل عبيد من شفت انها كمان اثنت على غنية اعلى نسبة مشاهدة، طلبوك تمثل السعودية بين كل فنانين الخليج بأوبريت لمتنا. شو سر الحب الشعب المصري لبدر الشعيبي؟ محبة من الله. يمكن لانه قاعد يشوفون ايش كثر انا احبهم للامانة. يعني انا مصر
بعيد عن الشغل بعيد عن كل شيء، انا في الشهر اروح لها مره مرتين. احب مصر بشكل كبير يعني، ولما اروح لها بس في الجو الحلو اقول اعرف يعني ان عرفت ليش الحين المصريين فنانين. ليش البيئه الموجوده تعطيك فن يعني. بريت شيء اشيله وسام على صدري، وفخور ان انا مثلت السعوديه. طبعا شرف لي ان انا امثل ديرتي السعوديه طبعا وبلدي وبين فنانين من الوطن العربي وقدام الرئيس السيسي طبعا فخامه الرئيس. شيء ما ينسي، شيء بيتم موجود في ذاكرتي واتمنى انه يتكرر. شو هن مفاتيح النجاح اللي بتنصح او اللي بتحكي عن تجربتك الخاصه امام كل شاب اليوم عم يحضرنا؟ صدق اللي انت قاعد تسوي حتى لو الكل ضدك وانت واثق من اللي قاعد تشتغل عليه. صدقه، خليك صدقه وشوف نجاحك قبل لا يصير، وشوف شنو ممكن يصير بعد ما يصير هالنجاح. خله كله في بالك، شوف السيناريو هذا صدقه راح يصير. انا اللي مريت فيه كله يعني عشته قبل لا يصير. كنت اوقف مثلا يوم استلمت جائزه في نجم العرب في مصر كافضل فنان شاب عربي وبين اسامي كبيره. انا من وانا كنت صغير لما كنت اشوف الكل ياخذ جائزه كنت امسك ريموت كنترول بتاع التلفزيون يعني قدام الجام المنظره واتكلم شكرا. كنت اعيش ان انا ماخذ جائزه واقول هاليوم راح يجي. والحمد لله يعني وغيسي على هذا الشيء بكل شغلي. كنت اسمع اغاني تنزل حتى من كثر ما كان انا حلمي ان انا اسوي البوم. سوينا البوم في فتره الميديا والاونلاين، بس انا كان حلمي ان صورتي تنحط على سي دي بس وعملناها مع شركه غمزه. سوينا الالبوم في سي دي، ادري انه ما راح ينشره وما في سيارات الحين خاص كل الدنيا اونلاين، بس حققت شيء انت بدك اياه. ابي اشوف صورتي في سي دي نفس ما كنت احلم. فهذه الاشياء يمكن يسمعونها من الكل بس هي حقيقيه. صدق اللي انت تشوفه، صدق اللي انت قاعد تسويه، صدق شغلك، حب شغلك، خليك ذكي. اشوف وين اللي رافض حبناك راح ابتسم كل ما تطل. اليوم العصر تغير، الميوزك تغير، صناعتها تغيرت. قد ايه اليوم تغير. الشباب عم بتساهموا انه يتغير ذوق الجمهور، تتغير هالصناعه؟ لا، ذوق الجمهور قاعد يتغير، قاعد يتطور. احنا اللي علينا احنا نطور من نفسنا بانه بس ما نطلع من مثلا من روح الاغنيه الخليجيه اللي الكل تربى عليها، لكن مو غلط تطور. اليوم انت عندك فنان وايد، كل واحد له شخصيه. عندك فنان عايض له شخصيه بروحه، فنان مطرف له، داليا مبارك، بلقيس، هذول كلهم خليجيين ما قاعد يتخلون عن هويتهم الخليجيه موسيقيا، بس كل واحد قاعد يطور طريقته. فهذا شيء صحي وهذا شيء صح. بالنهايه احنا نمثل الخليج ووطن عربي بشكل عام. انا قاعد اتكلم بالوطن العربي بشكل عام، يعني انا ما ابي اتكلم خليج وطن عربي وانترناشونال، لا اكلمك وطن عربي انترناشونال خلاص، هم نصين، احنا كلنا مثل الوطن العربي. فاحنا لازم نطور الموسيقى بشكل عام بالوطن العربي عشان نقدر نحط راسنا في راس اللي هم العالميين ولا الاجانب، واحنا قادرين. وانا بالنسبه لي موسيقتنا وايد احلى. موسيقتنا حلوه. اي الامانه حلو. رمضان 2023، شو الشخصيه، شو المسلسل، وين حنشوفك؟ راح تشوفوني ماضي ولا مش ماضي؟ ماضي. راح تشوفوني في مسلسل وبدور وايد حلو مع اسامي وايد حلوه وفي قنوات حلوه. شكلك ماضي يعني. انك ما تحكي. انا ماضي وبند انه مستحيل اصرح ولا شيء. اي مستحيل لما الشركه المنتجه هي تصرح يعني. بدر، كيف عندك وقت تكتب، تلحن، تغني، تمثل، تعمل مسرح، تنتج، تخرج، كيف عندك وقت؟ انا هذا وقتي، هيدا انت. انا القى نفسي في الفن. حتى باجازاتي لما اسافر تلقيني اقول لهم باخذ 10 ايام اوف، ما ابي فن، ما ابي اتكلم عن بالعشر ايام رايح لندن حاضر المسرحيات. فالفن خلاص معي يعني، عايش معي، ما اخذ منه بريك. ما بتتعب؟ الحمد لله لا.
ما بتقول انه عبالي انا جهد. اتعب جهد بس ما اتعب نجاح، ما اتعب فن، ما اشبع من اللي اوصل له. دائما اكون ابي اكون مكان احسن يعني. هذا اللي خليني انا متمسك. عاده بنقول عينك على شو، عيونك الاثنين على شو، شو بدك، بشو بتطمح؟ عالمية ان شاء الله. شو هو مفهومك لإلها؟ العالمية بإذن الله. يعني أنا مبدئياً قبل العالمية أنا قاعد أشتغل أن أنا أكون في التوب فايف في الوطن العربي. لما تكلمين تقولي مثلاً أبي توب فايف فنانين الوطن العربي، اسمي ينذكر بينهم. هذا أهم شيء عندي أنا قاعد أشتغل عليه، وإن شاء الله يصير. وأنا مثل ما قلت لك شلون أصدق اللي أنا أحلم فيه، أنا حاسب السنين الجاية إن شاء الله أنا راح أوصل لهذا الشيء. بعد هذا الموضوع نبي نوصل العالمية، ما نبي أغانينا تروح عالميا. في أغاني وايد راحت عالميا، نبي نروح إحنا العالمية. إحنا نبي نعمل كونسرت، كونسرت والحضور أجانب يعني أنا حتى لما عملت حفلة في بالفانزون في قطر كان الحضور تقريبا 40,000 شخص، النص عربيين والنص من الأرجنتين، من البرازيل، أصل العرب بالعالم كامل. قاعد أشوف اللي معارف أغانيه، قاعد أشوفه مستانس على أغانينا وقاعد يرقص ومتحمس حتى وهو معارف. أنت قلت موسيقتنا حلوة. بالضبط. وأغانينا حلوة. فإحنا ليش ما ليش نقول لا صعب؟ لا مو صعب. برافو عليك. شو عملت ببدر؟ برافو عليك. وليه عملت ببدر؟ عملت طفرة. وما زالت. وما زالت الأغنية اللهم لك الحمد يعني ناجحة. توقعناها تنجح لكن ما توقعنا هذا نجح الأمانة. وصار عندنا تحدي إن نبي نسوي أغنية أحلى من برافو عليك إن شاء الله. شو الأغنية اللي بالألبوم بتقلي أحلى من برافو عليك؟ ما أقدر أغار ببرافو عليك. برافو عليك حالة. بس عندي أغاني وايد فنية. أعطيني الحالات اللي بالألبوم. عندي مثلا كلمتش فنية، مثلا أغنية يا بحر، مو عشان أنا كاتبها وملحنها، لكن أغنية يا بحر حالة لأن فكرتها جديدة ومستخدم فيها فولكلور خليجي أو فولكلور كويتي، اللي هم أنا مكان يروحون الغوص ويطولون في الرجعة. كانوا الحريم يوقفون عند ديال البحر أو يقولون، كان يغنون توب توب يا بحر ما تخاف من الله. هذا فولكلور عندنا بالخليج، فوظفت هذا فولكلور في الأغنية بأن أنا قاعد أكلم البحر إنه يا بحر أنا حبيبي كان لما يضايق يجي يشكي عندي، ليش قام يشكي عندك؟ فأنت ما تخاف من الله يا بحر. فسوينا مكس، أحب الحالة هذه، أحسها جديدة وفيها معزز أنا الفولكلور، موسيقى غربية يعني. مسرحيتك اللي ناطرينا اكيد احدى بنوتردام. نعم. شو حنشوف ان شاء الله؟ ان شاء الله بنشوف فيلم على خشبه المسرح، بنسوي الاخراج السينمائي، عمل ضخم. الكويت متمسكين بالمسرح. نعم. والجمهور الكويتي متمسك بروحه المسرح، انه طبعا يروح يحضر مسرح. طبعا. كيف بتشوف الجمهور العربي اليوم تجاه المسرح بدر؟ اذا خرجنا من الكويت رحنا على الخليج وال دول المجاورة، كيف بتشوف الجمهور؟ شوف اي واعي؟ الجمهور واعي ويبي مسرح، لكن الكويت كان لها الخبرة في هذا الموضوع ونجاحات عديدة في المسرح. الحين عندنا مثلا في السعودية قاعد يشتغلون في المسرح وقاعد يشتغلون شغل وايد كبير. نتمنى طبعا حق كل دولنا يعني، بالنهاية المسرح شيء حلو يعني. بالمقابل انت لما مثلا، ما بتكلم كمسرح تجاري، مسرح اللي هو مثل ما يقولون المهرجانات اللي هم يتنافسون على جوائز، قاعد نشارك في مهرجانات بالوطن العربي كامله، من كل الوطن العربي قاعد ينزلون في مسرحيه، وكل عمل تشوفين فيه ابداع مو عادي. فالابداع موجود، بس يبي لنا كلنا يعني نحط ايدنا بيد بعض نسوي شيء قوي. بدر حنوصل لمرحله بالوطن العربي بالخليج بالكويت يعيشوا مسرحياتنا 10 و20 و30 و40 سنة؟ نتمنى. احنا بس عندنا مشاكل انه ما في مسرح ثابت. لما يكون في مسرح ثابت لمسرحية تعرض 30 سنة، فهذه مشكلة بس. ونكبر فيه نكبر طبعا، نتغير الكاس كل ما كبر. هذه يعني خطة احنا ودنا نسويها اصلا. شو بتقلي عن كل شيء عم بيصير اليوم من تطور فكري، ثقافة، فن، رياضة، كل شيء عم بيصير بالسعودية اليوم؟ السعودية اليوم هي محط الأنظار،
وهذا اللي كان لازم يصير من زمان. بفضل سيدي الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان أكيد الله يحفظهم يا رب، خذوا السعودية في مكان ثاني. ما ننسى طبعا الغالي أبو ناصر وزير الترفيه تركي آل شيخ اللي قاعد يسعى أن يخلي الترفيه في السعودية، مو قاعد يسعى هي صارت وجهة عالمية خلاص، من مهرجانات، من رياضة، من فن، من ترفيه، من كل شيء. اليوم كل قاعد يشوف السعودية، ما يعني مو أنا اللي أتكلم وأقول، خلاص كل شيء واضح. ونتمنى أن الوطن العربي كامل يكون في هذه القوة، عشان مثل ما قلت لك العالمية سهلة بس لازم نوصل لها، لازم نصدق نفسنا أن إحنا قادرين نحط راسنا في راسهم وأحسن منهم بعد، وراح يصير. بدر الشعيبي بنسختك الجديدة ونسختك القديمة بتعرف قديش الجمهور بحبك؟ اللهم لك الحمد. تعال قل له شيء، شو بتقول؟ أحب أقول حق الجمهور اللي هم أهلي الأمانة، شكرا لأنكم واقفين معي من بديت، كبرتوا معي وعيالكم حبوني وزدتوا وايد، وقمتوا تحبون أي شيء أسويه وتدعموني. والحلو بالجمهور كلمة حق، لما أسوي شيء مو حلو يقولوا لي ترى مو حلو، ما يجاملوني، يعلمون أنهم يحبوني، فأنا محظوظ في هذا الشيء. لهالقد واصل العلاقة الأمانة إيه، فأنا محظوظ في هذا الجمهور ومحظوظ في هذا هذول الناس، وإن شاء الله أكون دائما عند حسن ظنهم. وأنا بدونهم بعد الله ما أكون أنا بدر، وأنا اليوم قاعد وياك وقاعد نتكلم عن الشغل اللي سويناه. اللهم لك الحمد. بدي أتمنى لك كل التوفيق، ونحن دائما متابعينك ومنحبك. شكرا جزيلا لك. مشكورة وايد على اللقاء الجميل الخفيف، كان ما ودي أخلص الأمانة. شكرا. بس العافية ومشكورة، ونلتقي إن شاء الله.